ليك بدي اقول لك شغله. انا بذلت جهدي وتدربت كتير، ايه وانبسطت كمان. ايه بس انا ما انبسطت بالمره يا اخي، انا مليت كتير بغيابك. منيح لانه كنت رح وقع بمشكله كتير كبيره. يعني رجعت. اللي كيف كان تدريبك؟ تدريبي كان ممتاز. انت خبريني شو اللي صاير معي؟ انسى لانه قصه كتير طويله لاحكيها لكي. انا ما رح ارتاح لعلم باردانسينج وابنه درس مرتب، عن جد كتير معصبه منه وما رح ارتاح حتى اخذ حقي. لكي ليك بعترف نحن غلطنا غلطه كبيره، نحن ما اخذنا تيتي على محمل الجد بالمره، بس صدقني هي طلعت شجاعه كتير. اي سكوت. صحيح امي خبرتني باللي صار وانا معصب منهم كمان. لك اسمعني، في رجال مهم قال مره انه الواحد كتير ضروري يتحكم بغضبه بمثل هالمواقف. مين هالرجال المهم؟ وين بدي لاقي؟ هو حكيم كبير، هو منيح يعني. مو مهم مين قال هالحكي، انا بوافقه الراي مزبوط، نحن لازم نتحكم بغضبنا. ما بيصير انه نغلط هيك غلطه. بس اذا منضربهم بعز النهار هالشي رح يوقعنا بمشاكل كتيرة، ونحن مالنا ولاد لحتى نوقع بمشكلة، لهيك لازم نخطط بشكل منيح لنقدر نعلمهم درس. لو كانت كومال هون هي كانت منعتني أعمل هاد الشي، بس هلأ كومال مانا هون، مشان هيك رح أعمل يلي بظن إنه هو الصح. ماشي تمام، يلا خبريني شو بدك أعمل؟ لك اسمعني، نحن فعلا رح نتسلى كتير، أنا لازم أضرب كم واحد لحتى يزرقوا من كتر الضرب، هيك وهيك وهيك وهيك. وقف، رح تأذي حالك، أحسن إلك أنك تضل هون، نحن ما رح نتأخر. شي حلو، ليش ما بتكون تاخدوني معكم؟ أنت دير بالك على حالك، لأنه إذا بتأذي حالك رح نضطر ندير بالنا عليك. اسمعيني، لو شو ما صار لي أنا لا. لك إلا أني رح روح معكم. ليك اللي قالته تيتلي صحيح، اللي رح تعمله بتضل هون، وإذا شي حدا سأل عني بتغطي علي، اتفقنا؟ ماشي تمام تمام، خلص اتفقنا. أنا رح أعمل مثل ما بدك، بس على القليلة خبرني شو هي الخطة تبعك. تعال رح خبركن شو هي الخطة. الخطة تبعي كتير دقيقة، أنا رح أشتغل على قصة صعبة. طيب ماشي، فهمتوا علي؟ استنى، نحن رح نقاتل مو انت بعيد. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.